تشهد أواخر الشهر الفضيل حركية واسعة في تجارة الألبسة تحضيرا لاستقبال عيد الفطر. ماركات متنوعة محلية الصنع ومستوردة تتفاوت أسعارها وتختلف الأذواق فيها، يرتبط البيع فيها في الأخير بالقدرة على اقتنائها. احنا في المحل تاعنا عندنا السلعة الأجنبية والسلعة المحلية. السلعة الأجنبية تختلف على السلعة المحلية بالبري وبالماتير تاعها، بيان سور العائلة توجور كجور يحوس لك على الامبورطاسيون، سورتو لقاها رخيصة بين بليش الامبورطاسيون ماشيش لوكال، بصح لقا تاع لوكال ولقاها كجور ماش كجور لقا ديفيرونس كبير بينها وبين البري تاع الامبورطاسيون راح يروح تاع لوكال بيان سور، سورتو إذا كانت كاليتي شابة ولا فينيسيو تاعها شابة. تتجه بعض المحلات لعرض السلع المحلية فقط، فقد أضحت محل ثقة للكثيرين، خاصة وأنها في تحسن خلال السنوات الأخيرة من حيث الجودة والسعر. منيحة دوكا، حاجة اقتصادية وما في متناول الجميع، حاجة ما شاء الله، وما كما نقولوا هنا محلات والله غير ما شاء الله، رانا نقصدوهم متهليين ما شاء الله. راهي ماشية بقوة ما شاء الله، راهي كاين إقبال عليها، ماهيش كيما كانت بكري، كاين ديفيرونس تاع 1000 دينار 2000 دينار في البرودوي، السلع المحلية راهي في تطور، راهي في تحسن، ماشي كيما كانت بكري. وكيما هكذايا هذوما الحوانت اللي يبيعوا هكذا السلع المحلية نحسب في المستوى. مستوى الجميع، ناس كامل تقدر تجي تشري السلعة تاعنا تاع بلادنا، تسمى اللي راهي دوكا، راهي دوكا السلعة مش كيما بكري، دوكا راهم يخدموا كل حاجة بالطبع. يتفق الجزائريون أن فرحة العيد المبارك لا تكتمل إلا باقتناء الملابس الجديدة، ويتفقون أيضا أن الملابس المحلية لا تنافس الماركات العالمية، إلا أنها في الطريق الصحيح إذا ما تم الاستثمار بشكل جيد في صناعة الأقمشة والألبسة محليا. كان معكم معمر العروسي مراسل تلفزيون النهار من ولاية المدية.